وموافق قناة النادي الأهلي زميلنا العزيز كريم أحمد. أهلا بيك يا كريم. برحب بيك زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. في البداية طمنا النهاردة على التمرين والأجواء في المغرب إيه؟ يعني بالتاكيد طبعا لابد ان احنا نبارك لعيبه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي على الاداء الرائع والمميز الحقيقه في انطلاقه رائعه ومميزه. الكل اجتهد الحقيقه الفتره اللي فاتت من تدريبات وتحضيرات اداريه وفنيه، ويمكن زي ما انت ذكرت زميل عبد الرحمن وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب من البدايه يعني ليه مردود كبير ورساله كبيره جدا جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، بجانب الرغبه المتجدده والحقيقه لكل اللاعبين. يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله الجديه الكبيره والحماس والاداء الرائع والاداره الفنيه الممتازه من مستر كولر تستمر بمشيئه الله، ومش بعيد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يوصل لنقطه بعيده كالعاده في كاس العالم للانديه، الحلم الكبير جدا لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني خلاص بقى بعد المباراه انتهت الافراح لمده دقائق بسيطه، وده اللي معودنا عليه لاعبي النادي الاهلي، بتفرح في وقت بسيط جدا وبتستعد للخطوه القادمه. انت عارف عبد الرحمن طبعا يعني البطوله هتبدا من المباراه القادمه، النادي الاهلي يعني بقى له فتره كبيره جدا ما بيشاركش في الادوار التمهيديه، فمش هنقول على مباراه الامس انها مباراه كبيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله تنطلق البطوله من المباراه القادمه. فيا رب تكون التحضيرات جيده، تدريب اليوم النهارده يمكن اقدر اقول لك كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس يعني كان ليها برنامج ريكفري هنا في فندق الاقامه، لكن المجموعه المتبقيه طبعا شاركت في جرعه تدريبيه كامله على الملعب الفرعي الخاص بطنجة. تعرف عبد الرحمن احنا ما كنا المفروض عقب انتهاء المباراه نرجع تطوان مره اخرى، لكن المسافه كانت كبيره جدا، والدور الاداري الكبير الحقيقه للكابتن محمود الخطيب ايضا كمان للمهندس خالد مرتجي لكل الحقيقه افراد بعثه النادي الاهلي ومجلس الاداره حاولوا بكل الطرق الحقيقه ان احنا نكون متواجدين الفتره القادمه حتى موعد المباراه في الفندق، تدريبنا يكون على الملعب الفرعي بيبعد عن طبعا فندق الاقامه ب 15 دقيقه. كل الامور دي بتساعد الحقيقه لعيبه النادي الاهلي على الارتياح، وبتساعد لعيبه النادي الاهلي على التركيز فقط لغير في الملعب. فيا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح ويستطيع النادي الاهلي الفوز في المباراه الثانيه على التوالي بمشيئه الله. طب كريم، يعني انا اولا بحييك على التغطيه الجميله اللي انت عاملها انت وفريق عمل قناه النادي الاهلي اللي عندك في المغرب كله، الحقيقه يعني مشرفينا. عايز اسالك عن جمهور النادي الاهلي في المغرب وجمهور النادي الاهلي المغربي. في مغاربه كتير جدا شجعوا النادي الاهلي الماتش اللي فات ده، يمكن تقريبا الاستاد كان مليان على اخره، وشفنا بعينينا ما كناش مفرقين المغربي من المصري. يعني بالتاكيد طبعا يعني انت عارف اشقائنا المغاربه حبهم كبير جدا لنادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا، يعني الحقيقه من اول يوم بتتحرك في فندق الاقامه بتتحرك في الشوارع الكل بيوجهك للانتصار والكل بيحفزك وبيشجعك. الافتتاح امبارح الحقيقه كان اكثر من رائع، الكل كان بيساند الكل كان بيشجع، ومش غريب الحقيقه يعني كره القدم بتقرب الشعوب الحقيقه بشكل كبير جدا، وعارفين قيمه النادي الاهلي. يعني النهارده يعني انت عارف امس كان في جزء كبير من جمهور النادي الاهلي، لكن الكل كان بيشجع، هي دي الروح وهو ده قيمه النادي الاهلي الكبيره. النادي الاهلي جمهوره وراه في اي شيء، اي مكان بيكون متواجد فيه لابد يكون في مسانده كبيره، فبنوجه كل الشكر والتحيه الحقيقه لجمهورنا المغربي هنا او جمهور الاهلي المغربي وجمهور النادي الاهلي على المسانده. ويمكن مستر كولر كمان قال يعني انا منتظرهم كمان في المباريات القادمه، يا رب ان شاء الله زي ما شفنا الفول طبعا الاستاد كان فول تيم طبعا، يا رب ان شاء الله يكون فول بالمباراه القادمه، يكون ايضا كمان جمهور النادي الاهلي متواجد بكثافه، تحفيزاتهم الكبيره وتشجيعهم الكبير وصل الحقيقه لعيبه النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا يكون مع لعيبتنا، وتوفيق ربنا ايضا كمان يكون مع مستر كولر قيادته الفنيه الرائعه اداؤه وقرايته للمباراه القادمه. يا رب ان شاء الله يكون لكل الظروف معانا عبد الرحمن. طيب كريم، شفنا لقطه النهارده حلوه قوي من المهندس خالد مرتجي، كان وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب متواجد في المعسكر، كان فيها هزار وكان فيها حب وكان في يعني واضح ان وليد الركراكي كمان عارف قيمه المهندس خالد مرتجي وقيمه بعثه النادي الاهلي. هو طبعا مش غريب ان احنا النهائي كان بيننا وبينه، كان هو مدرب الوداد ساعتها. وكلمني شويه عن المشهد ده والترحاب اللي حصل من وليد الركراكي الكابتن المهندس خالد مرتجي. انت عارف طبعا يعني العلاقه الطيبه جدا الحقيقه بين مجلس اداره النادي الاهلي وكل المغاربه الحقيقه، وتحديدا كمان وليد الركراكي اللي كان متواجد في فندق الاقامه. يعني هي كانت صدفه الحقيقه، لكن كانت صدفه طيبه جدا. يعني الركراكي اشاد بالحقيقه بالنادي الاهلي اللي كان متواجد في مباراه الامس وتابعه، يمكن كمان المهندس خالد مرتجي حياهم وحيا كل جمهور المغربي وقال له يمكن انت قربتنا بشكل كبير جدا ان احنا نحب المغرب ونحب جمهور المغرب ونتفرج على كره المغرب بادائه الرائع جدا. العلاقات دي الحقيقه يعني بعد مباراه كاس العالم انت لسه هترجع في افريقيا تاني وهكون متواجد مع فرق ايضا من المغرب، فالامور دي الحقيقه يعني بيكون ليها مردود كبير جدا. علاقات طيبه بناملها ان هي تمتد ايضا كمان الحقيقه لكل المسؤولين هنا في المغرب على طول خطوه بخطوه مع النادي الاهلي مع مجلس اداره النادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي الحقيقه قايم بدور كبير جدا جدا بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب، دكتور محمد شوقي، كابتن زكريا، كابتن محسن صالح، مش عايز انسى حد، لكن كتيبه كبيره جدا كالعاده ورا النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله المجهود يكلل بالنجاح وتكون فرحه ان شاء الله باذن الله يوم السبت زي ما فرحنا امس، نفرح يوم السبت ان شاء الله باذن الله.
قبل ما اكلمك كنت بتكلم بنفس النقطه اللي انت بتتكلمها، البعثه بتاعه النادي الاهلي اداريا وفنيا على اعلى مستوى طبعا، يعني فعلا حاجه قيمه جدا، يعني وجود كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثه كمان حاجه هايله يعني. طيب كريم، عايز اقول لك احنا شفنا كمان صوره فوزي لقجع وخبر وجود فوزي لقجع بجوار كابتن محمود الخطيب ومساندته لبعثه النادي الاهلي. كلمني شويه عن تواجد فوزي لقجع في معسكر النادي الاهلي. يعني هو كان متواجد طبعا امس قبل توجه فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي بالكامل الى ملعب ابن بطوطه، ويمكن قابل كابتن محمود الخطيب وقابل مجلس اداره بالكامل، يعني حيا الحقيقه كابتن محمود الخطيب ورحب بيه، وايضا كمان الكابتن الخطيب شكره على حسن الاستقبال والضيافه والترتيبات الحقيقه المميزه جدا هنا في المغرب. زي ما بكد لك عبد الرحمن، العلاقات طيبه جدا والقيمه الكبيره ما بتكون متواجده بحجم الكابتن محمود الخطيب، كل الامور بتكون سهله وبتلاقي كل الناس محتاجه ان هي تكون متواجده، ناس تلتقط الصور التذكاريه، كل بيحاول ان هو يقرب من القيمه الكبيره جدا كابتن محمود الخطيب. يعني انت عارف مجلس الاداره بالكامل اصر ان هو يكون متواجد كابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه بقيمته الكبيره. الامور دي الحقيقه بتوصل للجميع، بتوصل للجمهور، بتوصل لنا الحقيقه كمان، يمكن احنا كتغطيه اعلاميه للعيبه، فيا رب ان شاء الله يفضل الحماس الكبير والرسائل المستمره الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا الكابتن الخطيب توصل للعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله نتخطى المباراه القادمه ولا كل حدث حديث في الادوار القادمه بمشيئه الله. طيب من وجودك في البعثه الاعلاميه لفريق النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، عايز اشوف معاك كده الحاله اللي فيها لعيبه النادي الاهلي بعد ماتش اوكلاند سيتي، تاثير دوت على الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي برده مش سهل على فكره، يعني احنا فرقه سياتل من الفرق الجديده في المونديال، بس هي ماتش قوي، ماتش يأهلنا لمباراه ريال مدريد. عايزك كده تقول لي الوضع اللي فيه اللعيبه دلوقتي، فكروا في الماتش الجاي ولا لسه؟ دخلوا في المود ولا لسه؟ يعني عبد الرحمن انت عارف لعيبه النادي الاهلي مجرد انتهاء المباراه ومجرد خروجهم من الاستاد خلاص هتفرح بشكل بسيط جدا في فندق الاقامه، والتحضير بدا من صباح اليوم بمحاضره كالعاده لمستر كولر اللي بيجمع اللعيبه وبيتكلم على اهميه المرحله القادمه وتحديدا المباراه القادمه، لان انا بقول لك البطوله هتبدا من المباراه القادمه. خلاص الدور التمهيدي ده امر معتاد بالنسبه لكل الفرق، لكن النادي الاهلي ما بيشاركش، فعشان كده محتاجين مجهود كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه مركزه، عارفه اهميه المرحله، عارفه ان في جمهور كبير جدا منتظر ظهور النادي الاهلي بالشكل الكبير. محتاجين كمان ان النادي لعيبه النادي الاهلي يكون عندها رغبه كبيره جدا ان احنا نوصل لنقطه بعيده. الامور يمكن طيبه للاقامه، للتنظيم الاداري، للترتيبات، للملاعب. 90 دقيقه شفناها الحقيقه فيها اداء رائع ومميز جدا، شفنا اللي مش متواجد على دكه البدلاء بقلبه وروحه الكبيره جدا مع النادي الاهلي، حتى اللي بره السكور خالص، يعني ايمن اشرف والناس اللي بره السكور خالص اول الداعمين للفرقه دي حقيقه فعلا كريم. بالتاكيد عبد الرحمن، يعني هي دي الحقيقه قيمه لعيب النادي الاهلي، النجم هو النادي الاهلي والهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، اي حد يكون متواجد يلعب بقلبه وروحه ربنا يوفق ان شاء الله. فعشان كده الروح الكبيره جدا اللي متواجدين فيها والثقه الكبيره اللي بناكد عليها من لعيبه النادي الاهلي لمشاركتهم العديده 8 مرات والثالثه على التوالي، فيمكن يعني الامور بالنسبه لنا يعني مطمئنه بشكل كبير، لكن لعيبه النادي الاهلي عندها حرص كبير جدا، تحترم الخصم بشكل كبير جدا. عشان كده مستر كولر بيقسم المباراه، عنده سيناريوهات عديده، عنده سكواد مميز جدا، فعشان كده بنقول يا رب امنا في ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه كبيره جدا في هذه البطوله، بطوله صعبه لكن حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. كريم شكرا زميلنا كريم احمد، تغطيه مميزه جدا من فريق عمل قناه النادي الاهلي الحقيقه، يعني قايمين بمجهود هايل هايل الحقيقه، يعني ربنا معاهم، وان شاء الله يكون الماتش اللي جاي ماتش قوي نحقق فيه هدفنا عشان نروح لماتش ريال مدريد ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى عشان نكمل باقي فقرات 7 داي سبورت.